نشكر الذين قاموا بتوجيه هذه المصادر وهذه الكتب على طلابنا في هذه المدرسة، مدرسة مركز رحمة العربية الواقعة في علامة أبتين إبادان نيجيريا. كما نشكر ماستر رفيقي موجودة في يونايتد ستيت أوف أمريكا إن شاء الله. وكذلك نشكر الشيخ جاسر والدكتور تيسير على ما قدموا لنا من هذه المساعدات، ونحتاج إلى المزيد لأن العدد كبير جدا. جزاكم الله عنا كل ما خير. وكفى بالإسلام أولا نعمة عظيمة. واليوم إن شاء الله لو رأيتم أيها الطلبة معنا الأخ من لاغوس وجاء بهذه المصاحف لكي يلقى إليكم ويوزن من بعض المسلمين من منهم. أقول في ولايتنا هذا أي نحن في مدرستنا هنا، واسم المدرسة دار الكتاب والسنة في منطقتنا هنا في أوكيابو، والولاية أوسون في إليفة هنا. ونشكر أهلا لما قدموا إلينا من الخير. وأولا أسمي الشيخ الجاسر، شيخ جاسر، وبعده دكتور تيسير، ومعهما رفيقي فاونديشن. أهلا كلهم، نشكرهم ونسأل الله لهم أن يتقبل هذا منهم سالي الأحمال، وأن يجزيهم جزاء عظيما في الدنيا والآخرة، وأن ينفعهم بهذه بهذا الخير الذي قدموا إلينا. نقبل ونشكرهم شكرا جزيلا. بارك الله لهم وبارك الله فيهم وبارك الله في أموالهم وأولادهم ويسر الله لهم. So very much, جزاكم الله خيرا. So the Quran is being donated to us by Rafeeqee Foundation. A foundation that is caring for the Muslims, especially the young ones. And we have our website at www.rafeeqee.com. So for those of you that have internet access, you can check the website www.rafeeqee.com. So we say Jazakumullahu Khairan to the foundation, and Jazakumullahu Khairan to Sheikh Jasil wa Dr. Taysir. Now, we are at Ife, right now at Madrasa to Dar al-Kitab wa Sunna. Now, Dar al-Kitab wa Sunna. Now, Jazakumullahu Khairan. I'm on Qur'an, you know, I can't wait to do it. I'm going to Ramadan Lawa. So, it is very good to... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. فنشكركم على مقدماتكم هذه المصاحف الكريمة لهذا المدرسة المبارك معهد الرحيم لتحفيظ القرآن وتعليم العربي. وقد جاءنا منكم مصاحف كثيرة من فضيلة الشيخ جاسر والدكتور تيسير، ونسأل الله المولى أن يوفقكم
وأن يجعل هذا في ميزان حسناتكم فجزاكم الله خير الجزاء ونحتاج إلى أكثر من هذا فجزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهاونا أبناء المسلمين متجمعين في المسجد ذكورا وإناثا ليتناولوا القرآن وغيره من الكتب الإسلامية يستفيدون منها فهؤلاء هم جالسون مستبشرون فرحين نشكركم أنتم إداري هذه المؤسسة على هذه النعمة الكبرى التي سقتم إياها إلينا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجهود المتواضع في ملف حسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه وننتهز هذه الفرصة كذلك لنفيدكم علما أن أمثال هذه الأعمال التبرعية نحن بأمس حاجة إليها نرجوكم في المرة القادمة أن تقدموا إياها إلينا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في أعلى جنانه إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الشيخ جاسر وكذلك الدكتور تيسير السلام عليكم وعليكم السلام So Rafeeqee Foundation Yeah And you go Wasasawa Olo ni ko wa fun And fa ta ba man browse website one www.